الموضوع شخصي وما بيهمك، ما دخلك. معك حق، الموضوع بيخصكم انتو. بدي افهم شغلة واحدة بس، انتي شو ربحتي من اللي عملتي؟ ما رح تفهم علي فيهان، كل واحد منا بيشتغل مشان ياخد شي، واللي أخدته أكبر بكتير برأيي من هالكأس ومن الجائزة. على كل ما في فايدة اشرح لك. الميكروفون إذا بتريد. أوكي يلا. شكراً لكم، شكراً كتير من كل قلبي. في ناس بحياتنا هن المسؤولين عن الفوز، وأكيد في واحد بس اللي بيربح، بس أنا حابة شارك هالفوز أختي نجاح اللي بفتخر فيها اليوم. بقدم لكم الفائزة أختي الغالية نجاح كراك، هي الرابحة. وجدة، الكل رح يكونوا مبسوطين إذا ربحتي أنتي أو أنا، لأنه الكأس رح يكون بالبيت. هذا الحكي المظبوط. لازم نعمل حفلة كبيرة هلأ بعد كل هالمشاكل، صح؟ حفلة جنان على الآخر. حبيبتي، هاي الجرار كبيت، فيك تحضري اللي بدك اياه، تصرفي براحتك. طيب روحوا انتوا، انا حابه اشتغل لحالي اليوم. ماشي، اجتني فكره، بدي اعمل اكله طيبه لحالي، اتفقنا؟ وبس خلص بخبركم. مثل ما بدك حبيبتي، امشي.